رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير وصحه جيده يا ربي. ان شاء الله اليوم نهار الثالث تاع سيدنا رمضان الكريم. بغيت نبدا بالتحليه، هي اللي غادي تشد لي في الوقت، وبغيت نخدم بنتي معايا، راهي من نهار الاول معايا مسكينه وعندها البيام، راهي شويه ديبريمي من ما فوتو ما والو، راهي داخله معايا في الكوزينه من نهار الاول ميم في الايام العاديه. بغيت ندخلها ان شاء الله تشاركنا معنا الوصفه تاع التحليه. عندي اليوم التحليه تاع ذوق الشوكولا، هي هذيك الكيندر اللي نشروها اللي تكون فوغي بالكريمه البيضاء، غادي نديروها ان شاء الله بحجم عائلي. نبدو بسم الله. راه عندي 3 حبات تاع البيض، 200 غرام تاع السكر، 60 مليلتر ولا 60 غرام تاع الزيت، 50 غرام تاع الكاكاو، و 150 غرام تاع الفرينه. علاش درت 150 برك؟ باسكو راه عندي الكاكاو وهي تجي ذوق الشوكولا، وحده لا لوفور وقرصه تاع الملح. دوك نجبدوا الملح. نبداو بسم الله. اي بنتي راهي حشماله شويه. نخلطوا السكر مع البيض، جيبي الفوي. بسم الله، نخلطوهم لمده واحد 3 دقائق قد ما يذوب السكر مليح مليح، قد ما تحلي البيض ونخلطو فوغ فوغ. فوالا كيما مداري خلطي. هي كاين الباتور بصح العذاب الشديد، نديرو الفوي لولادنا هكا باش يتعلمو، حنا كيما تعلمنا حنايا ما يتعلمو هما. فوالا خلطي مليح مليح قد ما يذوب السكر، وغادي نزيد لها الحليب نزيد لها الزيت توجور مع الخلط. هي شغل جينواز، ان شاء الله غادي نخدموها تكون خفيفه وتكون مقطنه. وانا درت الفرن تاعي يحمى على نار متوسطه هكا باش تمتم نكملوها تمتم ندخلوها الطيب، هكا تربحوا في الوقت وتربحوا في الجهد. خلطي مليح مليح فوالا، خليها تخلط مليح مليح نعاود نرجع لكم. راهي خلطت مليح، ودروك شنو دارت؟ دارت في الصفايه الكاكاو، الكميه تاع الكاكاو مع الساشي تاع لا لوفور، غادي تغربلهم مليح، غرب ليهم باش يهودوا مليح. نبدو بالكاكاو هكا باش نعرفوا بلي الكميه الكافيه تاع الكاكاو حطيناها. بالك ربما البيض ما كانش كبير بزاف، ما غاديش نستعمل كاع الكميه تاع الفرينه، على بها تبدو توجور بالكاكاو. فوالا حكي شويه بالمغرف، هذاك له باقي حكي بالمغرف. سب سب اي خلطي خلطي غير بالعقل. معليش 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 غير بالعقل غير بالعقل. فوالا قد ما يندمج مليح مليح في الخليط، هاي خلطت مليح الخليط هذا، دخلت مليح الكاكاو راكم تشوفوا الخليط راه مخدوم مليح مليح. وغادي تبدا تضيف الفرينه توجو، غادي تعاود تغربلها، حنا مغربلينها لكن تعاود تغربلها هكا باش نتاكدوا باللي لا جينواز تاعنا تجي شغل مقطنه ومهويه من الداخل. وفوالا نبداو نخلطوا ونشوفوا الخليط تاعنا كي يعقد نحبسوا الفرينه. علاش قلت لكم قبيله الكاكاو نبدو هو الاول؟ نشد لك انا نشد لك وانت خلط. فوالا نزيدوا الفرينه راهي حطت مليح الكميه تاع الفرينه. عطيه لي وريهم بلي الفرينه ما استعملتيهاش كاع انتي، وري بلي الفرينه ما استعملتيهاش كاع. علاش؟ على جال الحبات تاع البيض سا دي بوين اللي يكونوا صغار ولا كبار، هذه هي الكميه اللي بقات. فوالا واش غادي نديرو؟ غادي دروك تحطهم هي في المول ديريكتومون، غادي تفرخها في المول. هذا عندنا كاري سبيسيال تاع لا جينواز، نديروه نديرو له الباتي كويسون
والاخوات اللي ما عندهمش انا نخاف توجور ندير البابي كويسون، نخاف لا يسيح لي وكما ماشي مضمون اللي يتحلوا. واللي عندها المول كاري ديريكتومون تبغي ما عندهاش ورق الزبده فرغي بنتي، دير غير تدهنها مليح مليح ودير لا فارين وتهوت الخليط تاعها هاكي بلا سباتول باش تهوديه مليح. نشد لك فوالا غادي تهود كاع الخليط. درو كيف رغت بنتي كاع الخليط في لو مولد نضربوه زوج خطرات ولا ثلاثه باش يخرجوا هاد الفقاعات باش كاع الهواء اللي يكون فيه لداخل يخرج وديريكتومون ندخلوه يطيب، ما تخلوش هذيك الفتره تاع الراحه تاعه. غادي ياخذ لي في الطياب واحد 10-15 مينوت على نار متوسطه والفرن ما يكونش حامي بالبزاف، يعني ابين 5 مينوت ملي بديت نسخن فيه. انا دخلنا لاجينواز تاعنا طيب وبيسكو هي ماشي كبيره وماشي يعني حاجه تاع باتيسري كبيره، هي سي فري حجم عائلي لكن يعني نحتفظوا في المقادير. غادي نديروا لها السيرو تاعها وغير باش نانبيبوها غير شويه ما غاديش نكثروا. اش راح نديروا؟ غادي نستعملوا كاس تاع الماء في 4 مغارف تاع السكر كبار معمرين في كاسرول يغلو 10 دقائق ونطفوا عليهم. ديري بنتي الماء وديري كاس تاع الماء مع 4 مغارف تاع السكر يغلو واحد 10 دقائق ونطفو عليهم ونخلوه يبرد بلا ما لاجينواز تاعنا راهي طيب. نوجدوه على قبل فوالا راهي طابت لاجينواز تاعنا، داتنا في الوقت 8 دقائق في فوغ مويان. وتوجور كيما نقول لكم في الوصفات ندخلوا بالكيوردون ولا حاجه باش كي تخرج لنا ناشفه. راهي طابت راهي بدات تبرد، نخلوها تبرد تماما عاد باش نقلعوها من المول تاعها. وهذاك السائل تاعنا تاع الماء والسكر راه عقد لنا، طبخ لنا 10 دقائق ثاني نكون نخليه بارد يبرد عفوا. ودروك نوجدوا الخليط اللي غادي نوجدوه ان شاء الله للحشو تاعنا تاع الكيندر هذه بحجم عائلي. بسم الله راه عندنا الجبن 150 غرام تاع الجبن طري بصح المحلى المسكر، كاين اللي عندهم النوعيه تاع لي بواط الكبار، حنا ماناش نخرجوا لي سوبر مارشي غير هذا ويدير لافير هذاك كي غير تاع لي بواط. وعندنا 100 مليلتر تاع لا كريم فريش ليكيد بصح تكون بارده 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 هي وهذاك الفخوماج يكونوا باردين بالبزاف. وراه عندنا مورف صغيره تاع لافاني غادي نديروهم و 100 غرام تاع السكر غلاس. السكر غلاس هذا غادي نروح نجيبو غربال نعاودو صفايا هذيك نعاودو نغربلوه باش نيفيتو هاد الكريات ما يقعدوناش في الخليط. راهي غربلت مليح مليح هذاك السكر غلاس ودروك ندير قبل لا كريم فريش وتكون بارده. نعاود لكم ناكد لكم الفرماج هذاك ولا كريم فريش ليكيد ايبيس يكونوا باردين بما فيه الكفايه. تبدا بسم الله بسم الله ديري الباتر نخلطو مليح مليح حتى يتجانسو كاع المكونات والخليط يتقلي في يد الباتر. ما تحطوش لافاني دروك حتى مع التالي. لازم تخلطوا حتى تحسوا بلي الخليط تاعكم راه جمد لكم ما يقعدش جاري باش ان شاء الله كي تديروه على لاجينواز تاعكم ما يقعدش يسيح لكم. ولازم هذا يكون بارد وتكون لاجينواز بارده حتى كي تكملوا الخليط باش تضيفوا المغرف تاع لافاني باش تبقى الريحه تاعها تبقى طالعه. وتزيدوا واحد الخفق غير واحد دقيقه بالباتور فوالا هكا باش الريحه تبقى طالعه تاع لافاني ما تحطوهاش في الاول باش الريحه تاعها ما تروحش. فوالا صافي كملت لا كريم دخلتها للثلاجه ترتاح واحد 5 دقائق قد ما تزيد تحكم روحها. وكي بردت لنا لاجينواز تاعنا راهي بارده والشربه تاعنا ثاني راهي بارده. قطعتها الى نصفين وقطعناها بالخدمي تاع المنشار ولازم تكونوا يعني غير بالعقل بالعقل تقطعوا فوالا خدمي تاع المنشار ماشي خدمي نابورت. تبدو تبعوا حتى يتقسموها وتبدو الجهه الفوقانيه تحطوها على جهه غير الجهه التحتانيه اللي غادي نديروها ندير لها الشربات. بسم الله لازم نشربوها الكميه الكافيه تاع الشربات على بها قبيلات قلت لكم ما نكثروش
باش ما تبقاناش نقعدوا نضيعوا فيها هكا غير نرموها في الباطل. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون تحليه هديه تجربوها في الدار خير ما هذوك الصوالح التقاليد نبدلوا شويه. سورتو الشوكولا كاع الناس تبغيه، انا نخليها تكمل كاع الشربت ان شاء الله نعاود نرجع. راهي شربت مليح لاجينواس تاعنا، قلعنا النص الثاني باش نخرجوا لاكريم تاعنا نبداو نحطوها في الوسط. راكم تشوفوا لازم تبقى عاقده، حطي بنتي تبقى لكم عاقده باش اكلي باش فوالا كي تطلوها على لاجينواز ما تبداش تسيح. في الاول بالباتور ما تحبسوش حتى تحسوا باللي لاكريم تاعكم راهي فريمون راهي ثقيله وعاقده، غادي تطلي كاع مليح مليح. وغادي نحطوا كميه لاباس بها بيسكو الخليط راه بزاف، نحطوا كميه لاباس بها باش تزيد تطلع لنا النيفو تاع التحليه تاع اليوم. فوالا غادي تزيد تحط لاكريم، زيدي بنتي بيني لهم بلي غادي نحطوا كميه، زيدي بنتي من البول. شوفوا الكميه قداش راهي حطت في لاجينواز، نحطوا الكاري الزاوج اللي قلعناه نحطوه بالتساوي كاع لي بوغ مع بعضها. راكم تشوفوا ما تضغطوش بزاف باش لاكريم ما تخرج لكمش في لي بوغ. غادي نخليها تريح شويه مام با 5 مينوت باش نزيد نعاود لها نطلي لها في الوجه وفي الجوانب ان شاء الله. راهي زدت لها هذيك لاكريم من الفوق وفي الجوانب. حنا ما عندناش الشوكولا نوار، الكيندر لا غوسيت تاع الكيندر هي تجيب الشوكولا نوار طاليه كاع تاع الشوكولا، بيسكو بقات لنا الخليط تاع هذاك لو فروماج ولا لاكريم ليكيد زدناه من الفوق ودرنا اللوز ايفيلي في الفوق وفي الجوانب. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها ليكم للسهره تاع اليوم. فوالا جربوها شوفوا ما شاء الله راهي حجم عائلي وتاكلوها ويبقى منها ان شاء الله تاكلوها بالصحه عليكم. غادي نخلوها تبرد في الثلاجه حتى للسهره، خاطرش الا خليتوها برا راهي عاود يسيح لكم هذيك لاكريم. جربوها وردوا لي الخبر ان شاء الله، هي من اروع ما يكون. دروك بغيت نوجد امامكم واحد الكفته، غادي نديرها هنايا في هذا الطاجين تاعي وعلى الطريقه تاع البنه تاعها، طريقه المشوي طريقه الشوى هي حاجه ولا بسيطه. اني رابيت دروك بغيت نوجد يعني حاجه خفيفه امامكم. اني طحنت صدر تاع الدجاج كومبلي، صدر تاع الدجاج ودرتها معها في الطحين تاعها، درت معها الثوم والمعدنوس والملح، ومن بعد كي طحنته وكملته درت له شويه فلفل اسود وسكينجبير مغرف صغيره ومغرف صغيره تاع الكركم. غادي نخلطها مليح مليح. وفي طاجين تاعي موجده بصل، دايره معاه شويه تاع الزيت من تحت. البصل اللي قطعتها هذه بتيت غوندير باش كي ندير كويرات تاع الكفته نحطهم من الفوق هكا باش يجي في الرؤيه تجي شابه ويجي المنظر يجي حطه شابه. وغادي نديرها على طريقه الشوى، غادي ندير لها غير شويه تاع الملح، نخلي البصل تاعي يدبل لي شويه في فوق النار حتى كيدبل لكم مليح مليح باش تحطوا الكفته تاعكم كويرات، لانه البصله شويه تبقى لكم في الطياب باش ماشي الكفته تطيب والبصله ما تقعد شويه خضره ماشي مليحه في الماكله. وغادي ندير لها عفسه غير صغيره بسيطه باش تبان لكم فيها اللوغو تاع الشوى ان شاء الله. كي تطيب لكم الكفته تاعكم مليح مليح شوفوا راهي عاد تطبخ هذا، ونقلعتها من فوق النار. فوالا الطاجين تاعكم اذا كان مطين حطوه فوق حاجه تاع حلفه باش ما يطرطق لكمش اخواتي. راكم تشوفوا راهي ما شاء الله عليها طابت، وانا ما زدت لها لا ما لا والو، غير هي والبصله اللي طلقوا الماء تاعهم. اش راح نديروا باش نديروا ذوق تاع الشوا؟ بسم الله اش نجيبوا وبالك ويديكم. نحطوا لمده 5 دقائق وحده جمر هكا فوق الومنيوم وتبلعوا الطاجين تاعكم، غادي تلقى لكم واحد الريحه ما نحكي لكمش، ريحه الشواك اللي راكم تاكلوا فيها برا. سيوها وجربوها، هذه غير كفته تاع الدجاج وغادي تجيكم خير من الكبده وخير من اللحم. ان شاء الله نخليها 5 دقائق نقلعها عاد باش نحطها في الطابله تاعي. الأدانة هي أدان، راني وجدت الطابله تاعي تري سام كيما مداري الشربات، وهذا الدنجال زعلوك راني حطيته وصفه في القناه، والمعقوده ثاني كاين موجوده في القناه باش تشوفوا الطاجين تاعي تاع الكفته. شوفوا كيش راهي شهي ما شاء الله، وحميت هذوك الملحات تاعي تاع البارح
وني دايره التشيشه اليوم واش دايره الفرينه البيون هذاك اللي قسمته كنت درتها في الكونجيلاتور ودرتها التشيشه اليوم. صحه فطوركم وخليكم الصحه والراحه ان شاء الله. التحليه تاعنا في الليل ان شاء الله راني نوريها لكم بها بلا كريم تاع البارح راني ما نسيتش. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم. نسيت باش نقول لكم بلي ني درت ثاني المطلع تاع الكوشه. شوفوا هذا المطلع تاعنا تاع اللي حطيته في القناه تانيك فوالا باش نفكركم به. شوفوا يجي طيب ما شاء الله. صح فطوركم ان شاء الله تكونوا فطرتوا بخير وراكم مريحين في السهره ان شاء الله. هذا هو الكاطو اللي درته بنتي اللي قطعته. شوفوا لاكريم كيفاش تبقى حكمه روحها في الوسط كيعطيناها الفتره تاع الراحه في الثلاجه وكي خدمناها بالباتور هذيك يعني حتى كي تعقد ما لازموش خلوها جاريه. شوفوا لا الا كانت عندكم شوكولا نوار ديروا شوكولا نوار سينو كي تبقى لكم لا كريم ما تضيعوهاش ديروها من الفوق. وحاجه اللي عندكم بكل بساطه ديروها من فوق للسهره تاعكم. شوفوا فوالا انا قطعتها لا كريم قعدت لداخل في الوسط. سي ان فري كيندر كيندر ديليس ان شاء الله تاكلوه بالصحه والهنا. انا غادي ندوقها في بلاصتكم بلا ما تحلفوا عليا. فوالا شوفوا الطراوه. شوف بسم الله بنين بالبزاف. لم جهه لا جينواز شربه مليح هذيك الشابه تاعها اللي درناها. لم جهه لا كريم اللي خدمناها بالجبن الابيض الحلو ودرنا معها هذيك سكر غلاس ولا كريم فريش اللي كتجي ما شاء الله ما شاء الله. ودروك نفوتوا لاكريم اللي خدمته البارح خليته ليله كامله حتى لدروك. ما بغيناش نستهلكوه البارح خليته حتى اليوم حكم روحها مليح. دوك نخرجها من الكونجيلاتور ونوريه لكم. ها هي اخت تاعي هاوداني جبته نحله بسم الله. شوفوا هذاك الساشي اللي خليته ما قلعته ما والو نسين نقلعه غير بالعقل عليه. هادو صحاب الريجيم يخدموه اللي ما عندهمش الريجيم. شنقول لكم هذا راه من اروع لاكريم يمكن يكون فوق هاد الكره الارضيه. انا نموت عليه هو والشوكولا نعشق فيهم. انا جبت دي بتيت كوب غادي نبدا ندير دي بتيت بول. انا ما عنديش هذيك الكره تاع الاخر. شوفوا كيفاش راح حكم روحها. شوفوا كيفاش راح حكم روحها لاكريم بكل معنى الكلمه. ماشي متلج كنا دايرين له هذيك الساشي تاع الفيلم اليمونتير. غادي ندير ان شاء الله نعمر لي كوب تاوعي ونوريهم لكم. انا عمرت لي كوب تاوعي هما فوالا غلاس ياغورت. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتكون سهله عليكم. انايا ما نبغيش حاجه تكون صعيبه سهله بصح النتيجه تكون ولا اروع. تاكلوه بالصحه والهنا هو وهذا ان شاء الله الجينواز تاع كيندر للسهرات تاعكم الايام العاديه لضيافكم للصيف ان شاء الله راه جاي سخانه وتسيو هاد لاكريم. راكم تشوفوا ني سوربتيغ ني حتى حاجه غي 5 دقائق وكملناه ودرناه في الكونجيلاتور خلوه ليله كامله باش يحكم روحه. هذا تاكلوه وان شاء الله ما تشبعوش كاع منه. ليله سعيده سهرتكم ان شاء الله تكون اسعد. تهلوا في رواحكم تهلوا في صحتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.